أحسن الله القرص في الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين من يوزع السهم في المسجد قبل صلاة عيد الفطر وبين من يوزع الأكل على المصلين؟ والله هذا الشيء ما ورد يا جماعة، ما ورد التمر يوزع في مصلى العيد. الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمرات قبل أن يقضي، هذا الذي ورد السنة. وما ورد أن السنة يوزعون التمر في المساجد في مصليات العيد. لا، ونحن لا نتجاوز ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن أراد أنه يعمل السنة يأكل الرطبات قبل خروجه من المسجد. من أراد أنه يعمل السنة يوم عيد الفطر يأكل الثمرات قبل خروجه من بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.